معايا في حلقة جديدة من حلقات بي مزة. يا رب يجعل بسمتنا عادة وحياتنا كلها سعادة، امين. النهاردة هتكلم عن التنظيف العميق للبشرة، والتنظيف العميق ده مش بقصد بيه اللي هو التنظيف اليومي اليدوي اللي احنا بنعمله وبنستخدم فيه الغسول اليومي بتاعنا، لا، هو تنظيف اعمق من كده، لان اغلب مشاكل بشرتنا بتبقى سببها بعدم تنظيف البشرة بالشكل الصحيح. يعني انت ممكن تكوني لما بتنظفيها بشكل يومي كده انت فاكرة ان انت كده خلاص نظفتي وكله تمام، لا طبعا مش كفاية، لان برضو مجرد تنظيف البشرة يدويا مش كفاية خالص لبواقي المكياج اللي بتبقى موجودة والاتربة والشوائب وخلايا الجلد الميتة اللي بتبقى موجودة على البشرة. طبعا كل الحاجات دي لازم نتخلص منها نهائيا، عشان حتى لما تيجي تحطي كريمات مرطبة ومغذية او بتعملي ماسكات مغذية للبشرة تقدر بشرتك تستفيد منها، وكمان تقدر تتنفس وتظهر نضارتها وجمالها. هقولك على طريقتين مهمين جدا لتنظيف البشرة، تنظيف عميق، والطريقتين مختلفتين تماما بس مهمين، وهتحسي بفرق كبير طبعا لصالح بشرتك لو عملتي الطريقتين زي ما هقولهم لك. الطريقة الأولى هي طريقة الفرشة الدوارة وبدائلها، يعني أنا هقولك بدائل الفرشة الدوارة لو ما قدرتيش تجيبيها علشان تستخدميها. الطريقة التانية هي التنظيف بالبخار، هشرح لك بالظبط أهمية وخطوات كل طريقة منهم. يلا بينا. أول طريقة لتنظيف البشرة تنظيف عميق هي الفرشة الدوارة، اللي هي دي. اغلب شركات انتاج مستحضرات التجميل صنعت الفرشة ديت علشان تنظيف البشرة بعمق اكتر عن استخدام الايد، كمان هما شايفين ان استخدام الايد في تنظيف البشرة بيضر اكتر ما بيفيد، لان الايد بتنقل بكتيريا لبشرتك. بس طبعا دي مش مشكلة، لان دي حلها انك تغسلي ايدك كويس جدا قبل استخدام الغسول. الفرشة دي بيفضل استخدامها مرة كل اسبوع، بتجيبي حبة كده صغيرين من الغسول بتاعك على حوالي نص معلقة لبن بودرة، لان اللبن البودرة يعني بيساعد جدا في تنظيف البشرة تنظيف عميق. بتحطي بقى الغسول على وشك وبتفردي بقى، وبتشغلي الفرشة الدوارة كده وتفردي على وشك كله، هي بتلف كده بتلففيها على وشك كله، الغسيل والغسول واللبن البودرة محطوطين تمام. وبعد كده يعني حوالي لمدة 10 دقايق، وبعدين بقى بتغسلي وشك كويس جدا وبتحطي المرطب بتاعك. هي بتبقى شعرها ناعم جدا عشان ما تجرحش البشره، بس هي برضو ما تنفعش لصحبات البشره الحساسه اللي بتلتهب بسرعه وبتحمر. وطبعا احنا بنخلعها بعد استخدامها وبننضفها بميه دافيه، هي بتتخلع كده تتشال كده، ودي بتنضف كويس بميه دافيه، وبيفضل استبدالها كل 3 شهور بفرشة جديدة، وطبعا محدش يستعملها معاكي، دايما بتبقى موجودة في الصيدليات او مواقع البيع الاونلاين. لو حسيتي ان سعرها مرتفع او حاجة مش مستاهلة، مثلا في بدايل هقولك عليها دلوقتي، البدايل ديت متوفرة جدا، بتبقى موجودة عندنا في كل بيوتنا اهي، الليفة بتاعتنا دي. بتجيبي الليفة ديت بتقصي منها على قد حتة كده، دي انتي لو نضفتي بيها البشرة على الغسول، و يعني بس طبعا بليها الاول بمية دافية علشان تبقى طرية عن كده، عشان هي بتبقى ناشفة عشان ما تجرحش البشرة، وبرضو هي ما تنفعش للبشرة الحساسة خالص. بننضف بيها برضو بحركات دائرية كده على خفيف، بلاش ضغط قوي عليها عشان ما تجرحش البشرة. برضو بتتعمل مرة واحدة في الاسبوع، بتلاحظي التغيير الكامل بعد استعمالها، التنظيف كامل والتقشير بتقشر تماما، بتلاقي بشرتك نعمت كده، لو مشيت ايدك عليها كده بتلاقيها ناعمة تماما. مفيدة جدا ومهمة جدا، يعني فادتني وبستعملها، ودايما بستعملها اكتر حتى من الفرشة الدوارة. نيجي بقى لطريقة التنظيف العميق للبشرة بالبخار. انتي لو ما عندكيش جهاز البخار في البيت، بتجيبي اي حاجة الومنيوم او ستانلس عندك، بتحطي فيها المية مع الزيوت والاعشاب اللي هقولك عليهم دلوقتي. انا معايا 3 انواع زيوت ل3 انواع البشرة. اول حاجة زيت الليمون دوت، بتحطيه للبشرة الدهنية، بنحطه على المية. ليه زيت الليمون؟ لان زيت الليمون ليه خواص مطهرة مزيلة للسموم اللي بتتكون مع الحبوب والرؤوس السوداء لصاحبات البشرة الدهنية. اما بقى لو انتي من صاحبات البشرة الجافة، فبتجيبي زيت اللوز الحلو اللي هو ده. ليه؟ لان زيت اللوز الحلو مرطب كويس جدا لجفاف البشرة. اما صاحبات البشرة الحساسة فبتجيبي زيت البابونج اللي هو لونه ازرق ده.
لان زيت البابونج بيعالج اي التهاب او تحسس او اكزيما بتصيب البشره. بتحطي الميه على النار، بتحطي معلقتين كبار من نوع الزيت المناسب لبشرتك مع معلقه صغيره من الزعتر. الزعتر مهم جدا، بتحطيه معاهم وبتسيبيهم على النار لمده، يعني مش لمده، هو اول ما يبتدي يغلي بتقومي شايلاه من على النار وبتقربيه لوشك. طيب ليه احنا بنحط الزعتر الاول؟ لان الزعتر بيعتبر منشط للدوره الدمويه، وكمان بيحتوي على مضادات للاكسده، وكمان ريحته جميله. بتسيبيه على النار، واول ما بيبتدي يغلو اطفي عليهم وعرضي وشك للبخار، وبيكون معاكي قطنه نظيفه امسحي بيها وشك كله وانتي معرضاه للبخار، وافضلي امسحي وشك بالقطنه لمده حوالي من 5 أو 7 دقائق، وخلي في مسافه بينك وبين البخار حوالي 20 سنتي. وبعد ما بتخلصي تنظيف وشك كله بالقطنه بتكون مسام وشك كلها اتفتحت، فاحنا لازم نقفلها. بتجيبي تلجه وبتمشيه على وشك كله عشان نرجع نقفل المسام تاني. بعد التلجه بتجيبي تونر، لو عندك نوع تونر بتفضليه توزعيه كويس على وشك بالقطنه، لو مش عندك تونر تقدري تحطي ميه ورد في قطنه وبرده توزعيها على وشك كله بعد التلجه. طريقة تنظيف البشرة بالبخار بيفضل عملها مرة كل 3 أسابيع أو مرة كل شهر. هي طريقة آمنة جدا ومفيدة جدا لتنظيف البشرة تنظيف عميق لو عملنا الخطوات الصحيحة. أتمنى تكونوا استفدتوا. أشوفكم بخير. باي باي.